فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وأوحينا إلى أم موسى أن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون
الله يا مولانا. أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا من المؤمنين.